الانترفيو. مرحبا بك سي عبد اللطيف. اهلا وسهلا، مرحبا بكم كل الساده المستمعين. شكرا على قبول الدعوه. بلادنا تعيش خاصه في الاسابيع الاخيره على وقع ازمات في علاقة مثلا بالهجرة غير النظامية، زيادة على مواضيع أخرى تنطرقولها، منها موضوع الصراع ما بين وزارة التربية والسلطة والجامعة العامة للتعليم الأساسي. إلى أي مدى سي عبد اللطيف المكي تعتقد كون هذه الأزمات مفتعلة؟ إلى أي مدى بفعل فاعل على حسب على الأقل الخطاب الرسمي اللي قاعد يتم تسويقه إلى حد الآن؟ طبعا السلطة السياسية القائمة وخاصة السيد قيس سعيد ليس لديه رؤية وليس لديه حلول وليس لديه مشاريع، بالتالي سيفسر كل صعوباته بأنها مؤامرات وبأنها مفتعلة قياسا على أزمة الماء الأخيرة اللي أسبابها معروف، أنه قدرتنا يعني مواردنا المائية ناقصة، وكذلك الطاقة الكهربائية اللي يعملوا بها البومباج في الجهات اللي يزودوها من المائدة المائية كذلك في وقت الذروة تنجم تنقطع، وصار هذا وقت الترويكا، صار في السنوات اللي بعد صار كذا، والحل هو مشاريع استراتيجية للماء وللكهرباء. كان ينجم السيد قيس سعيد بكل بساطة يقول لهم هذا وضع موروث من وقت بن علي إلى الآن، صارت تحسينات كبيرة بعد الثورة للأسف ربما الرأي العام ما يعرفهاش، ولكن لا تزال القائمة، بالتالي يلزمنا برشا جهد وبرشا كذا، وإن شاء الله الدولة تقوم بجهد إلى غير ذلك. أما أن يقول أنه هذا بفعل فاعل فهذا لا يجد على أحد. أنا أسأل، هل هناك أحد وزراء السيد قيس سعيد يتبنى هذا القول؟ لن تجد حتى في وزراء السيد قيس سعيد من يتبنى هذا القول. ما نجمش نجاوبك هنا لأنه ما يتكلموش، لأن الأزمة بكلها ممكن يقول لك ثم جهة مسؤول قصر تركينا، أما أن الظاهرة هذه كلها بسبب يعني ما لا يصح، لأنه حتى لو دخلنا في جدال سيبوزون كو كلامه صحيح، إذا كان هي في الجهات الكلها بالمقصودة وبالتواطؤ وبالافتعال، من نسق بين هذه الجهات؟ المسؤول الكبير اللي انت حاطه مسؤول على السوناد ولا مسؤول على كذا ولا على الكهرباء؟ لا يمكن يكون المسؤول الكبير انت عينته، والمسؤولين الكبار انت عينته، كما الاعفاء الاخير للسيده هذيك في لجنه الصلح الجزائي، انت اخترتها وانت مشيت لها باش تقول لك الكلام هذاك. يا اخي ما ثماش فريق في رئاسه الجمهوريه يقبل ما ينشر الفيديو هكا ولا صوروا صحافي مختلس يعني اختلس وصور الفيديو وخرجوا باش يضر رئاسة الجمهورية. انت مو عندك فريق يشوف يقول هذا ما يجيش. انت بيدك كسيد قيس سعيد كي تقول لك 30 بليون كذا تقول هذا رقم فلكي ما يجيش، وكان ما قلتش ما تخرجوش والفيديو. من بعدين وقت اللي تصير المشاكل هذيك تجي تعفي السيد المسؤول. يعني التقنيات القديمة في الحكم، امسح في الموظف، امسح في المسؤول اللوطة اللي ما يتكلم عليه حد اللي ما كذا. ولذلك أعتقد أنه خلينا من أقوال السيد قيس سعيد، لم تعد تسمن ولا تغني من جوع ولا تفسر شيء، سيبقى إلى الأبد يقول أنه احتكار، سيبقى إلى الأبد يقول مؤامرات، سيبقى إلى الأبد يقول أنه معاملة، وهات نبحثوا مشاكل تونس. أما فما نوع زاد سي عبد اللطيف من النقل النوعية معناتها اللي لاحظتها، ما نعرفش شاطرني الرأي في المسألة ولا، اللي قبل كان رئيس الجمهورية على الأقل يحكي على مؤامرات تحاك ساعات في الخارج ساعات في الداخل من أطراف سياسية معلومة الأهداف وكل كلام ذاك، توا أصبح يعني هالمؤامرات هذية وهالمحاولات متاع زعزعة استقرار تونس من وسط الدولة، هذا ما كانش يتقال قبل ما الكلام هذا، توا اصبح كانه فما يعني مجموعات ضغط او ما نعرفش شنو اللي فما في التصور نتاع رئيس الجمهوريه، اما كانه دار على الدوله في حد ذاتها واجهزتها والمسؤولين اللي كنت تحكي عليهم. لا اقدر ذلك، وانا في تقديري الاداره التونسيه انا اقول حتى كنت داخل حركه النهضه والتو نقولها، غير صحيح ان الاداره مثلا تواطأت ضد ترويكا، فهمت؟ لو تواطأت الإدارة ضد ترويكا ومش ممكن تعمل شيء هذايا، ما كانتش ترويكا تنجم تكمل 4-5 شهر، كان ينجم فهمت يعمل لك حاجة في السيستم تاع لي بونسيون ولا تاع كذا. تعاونت الإدارة بكل إخلاص، وأولاد الإدارة اللي موجودين هم ناس قراوا معانا في الليسيات وقراوا معانا في الجامعات وفي الكليات، أولاد الشعب، أولاد الشعب معناها عندهم
حد معقول جدا من الوطنية ومن حب البلاد ومن حبهم للديمقراطية، لأن يعرف الإداري إذا يكون ثم نظام اعتباطي ينجم يتمسخ يتفسخ يقعد 20 سنة ما يترقاش، ففرصته هي في الديمقراطية، حتى كانت قيسة من باب مصلحة فرصته في الديمقراطية. ولذلك دعنا من هذا القول، ككل جهاز ككل كيان تلقى فيه هذا يغلط والآخر يغلط، لكن أن نتهم الإدارة ككل أعتقد يجب أن نبتعد. أنا هاني نقول في هذا، والإدارة هي تحت إدارة السيد قيس سعيد وليس تحت إدارتي ولا إدارة المعارض، فلنكف على مثل هذه التهم، لأنه حتى صورتنا في الخارج باش تولي الناس تنظر لنا على أن بلادنا عش دبابير، هذا يلكع في هذا، هذا يقرص في هذا، هذا يغدر في هذا، وهذا مش معقول، هذا مش معقول. ما تجيش تفسر الأزمات متاعك بتفسير تسيء لسمعة البلاد وتسيء إلى أسلاك قائم عليها الدولة. وإحنا نحكيه على المسؤول اللي يدفع ثمن أي تقصير في المنظومة ككل، علما وأنه فما برشا مشاكل اللي هي هيكلية تعاني منها بلادنا منذ عشرات السنوات. صدر منذ أيام حكم في قضية وفاة 14 رضيع كانوا في مركز التوليد وتبر الرضيع بمستشفى الرابطة في الفترة من 16 إلى 15 مارس 2019. الحكم الابتدائي صدر بعد 4 سنوات و4 شهر من الحادثة، وفيه الحكم بالسجن. الحكم الابتدائي يقضي بالسجن كل واحد من المتهمين الثلاثة، وهم مديرة مركز التوليد ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة، بثمانية أشهر سجنا في كل واحدة من القضايا، وعددها 15 قضية يعني على كل رضيع 8 أشهر. كذلك الحكم المحكمة قضت بتعويض العائلات بمبلغ 30,000 دينار لكل عائلة. تعليق على هذا الخبر وهذا الحكم كوزير صحة سابق سي عبد اللطيف المكي. أنا موافق على قرار المحكمة بالتعويض للعائلات، وحتى إذا كان عوضت أكثر أو طلبت اعتذار الدولة على هذا من اللي صار، فأنا موافق على هذا، ويجب مواساة العائلات والوقوف إلى جانبها، وهذا من مصلحة العائلات ومصلحة البلاد. لكن الحكم على الإطار الطبي والصيدلي أعتقد أنه فيه شيء من سوء التقدير. القضاء حر يحكم على روحه، لكن أنا نعلق. علاش؟ على خاطر إذا كان عندك سيارة يقول لك بعد 20 سنة بدلها، ومتهز عليها كان طن واحد رايح الحمولة متاعها طن، تهز عليها أنت 3 أطنان وتخليها تخدم العمر 30 سنة، كيف يعمل يصير حادث؟ منجموش نحملوا المسؤولية للسائق، لأنه السيارة في تيست وهذا أكثر من الطاقة متاعها. السونتر هذا متاع وسيلة بركبة، وخاصة القسم في الطابق الخامس أظن متاع طب الإنعاش والولدان، طب الإنعاش والولدان الوحيد في تونس داير. لا ثم مثلا في شارل نيكول كان ثم قسم صغير وتم تطويره وقتها في الترويكا، مشيت بيدي بدينا الاشغال بتبرع ايطالي، سونتر تاع مدام زهره المراكشي بدا يتوسع، فتلقى في المستير تلقى بلاص اخرين، ولكن الكاباسيتي ما زالت ناقصه بشكل كبير، عدد الاطباء والصيادله ناقصين. انا فك صندوق نتاع الكورونا خصصنا مبلغ لبناء مركز لاعداد الاغذيه نتاع الناس هذوما، سواء كان الولدان سواء كان الناس اللي ما تنجمش تغذى لاليمونتاسيون بارونتيرال، لاعداده لانه المركز الموجود غير كافي وتقادم. وخصصنا فلوس، مانيش عارف نفذ ام لم ينفذ، لكن خصصنا فلوس. فالمشكل الحقيقي انه طاقه الاستيعاب نتاع السنتر هذا وامكانيته قدمت واكثر من الطاقه نتاعو، يجيو يطلعوا وليد صغير مازال كيولد يستحق الانعاش، ما عندوش بلاصه في السونتر هذا. رئيس القسم والاطباء كان قالوا له لا، مسؤوليه اخلاقيه وبرا شوف البريفي وغيره، وكان قبلوه باش يقبلوه في ظروف فوق الطاقه نتاعهم، فبالتالي ظروف مهيئه لان تصير احداث واخطاء. ما نجوش نحملوا المسؤوليه للاطار الطبي وشبه الطبي اللي هما يبذلوا في مجهود فوق الطاقه نتاعهم طالما وضعناهم في وضعيه الخطا. وذاك علاش انا حكيت امس على الأقسام الأخرى متاع سونتر وسيلة الآ والبي والسي، تلقى في الصيف في الذروة متاع الولادات
تلقى زوج نساء في فرش صورت إبراء باش تولد تتوجع وهي في فرش، وثم مرات ثلاثة في فرش. مرة فكروا باش يحطوا جراري في القاعة، وأنا حاضر وقتها كنت نخدم كومنتيرن في السونتر، باش يحطوا جراري في القاعة لأنه ما نجمش يرفض تجي امرأة تتوجع من 60 كيلومتر من بنزرت من مجاز الباب من باجة من كذا، لأنه خاصة ثم مناطق قديمة فيهاش جارد نتاع جينيكو، دونك يجي في الليل يبعث المرأة، ما نجمش تقول ما نقبلوش، يقبلوا ويشوف حل. كيف يصير حادث الخطأ لمن؟ أنا بودي المحكمة راهي أصدرت حكم ضد الدولة باعتبار تقصيرها في تطوير البنية التحتية متاع الصحة في البلاد، فهمت؟ ومتحملش المسؤولية لزوز أشخاص، وهذا ما هوش لا تضامن قطاعي ولا 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 ولا. ونفس الرأي قلت عندما كنت وزير صحة، استدعيت المدام سامية رئيسة القسم وقلت لك كيفاش الوزارة نجم تعاون في الموضوع هذا. ولذلك تطوير البنية التحتية هو اللي باش يقلل من هذه الأخطاء. في القصرين أعلى نسبة متاع وفيات الأم والطفل المتعلقين بالولادة في الجمهورية التونسية في القصرين، هي نسبتنا مازالت عالية مقارنة بالعالم. والأهداف متاع الألفية اللي حطتهم لوماس اللي ما بيناتهم التنقيس في نسبة وفيات الأم والطفل ما بلغناهاش إلى الآن بسبب البنية التحتية والكادر وإلى غير ذلك. القصرين باعتبارها الأقل تجهيز نسأل في تونس نعلى النسبة أعلى، آخر نسبة اللي سمعت بها النسبة أعلى في القصرين، فهو مرتبط بالظروف نتاع الناس. ولذلك بنية تحتية تجهيزات وإطار طبي وشبه طبي. أنا سي الهادي رزيقة الله يذكره بالخير اللي خدمت معاه في القسم يقول لي سي عبد اللطيف، أنا كان عندي ستاتيو خاص انترن ولكن كبير لي انترن بحكم العمر يقول لي عندي 13 ديبار على روتريت من الفراملة وما عوضولي منهم حتى واحد. أروك ثمتي نحن في الفراملة تحت النورم، فما بالك تزيد ما تعوضش لديبار متاع كذا. فرق بين فرملي أو فرملية يخدم في 10 مرضى وفرق بين تعطيه 30 مريض وهو يزمه يتفقد السخانة ويشوف الدرام يخرج في الماء ولا لا في المادة، ويتفقد المريض يشوف له جرح ويشوف له كذا قداش منه قداش منه. ولذلك بودي لو اصدر الحكم ضد الدولة باش احنا كسياسيين وكحكام ولا معارضين ناخذوه بعين الاعتبار. يصدر حكم ضد الدولة سي عبد اللطيف عبارة حكم ضد عبارة عن نوليو عبارة ضد حتى حد لا في الاخير باش يغادر حكم ضد الدولة. هذا باش يكون بلغتنا الدارجة نقولوه في الكاف تعزير، نعزرك يا دولة ويا سياسيين كيف تشدوا الحكم فكروا في هذه المواضيع. الناس اللي اعترضت على قانون الاطباء انه باش طبيب كيف يتخرج يخدم مديدة في الوظيفة العمومية هو ينمي قدراته وفي نفس الوقت يقدم خدمة للمجموعة الوطنية، شنو قولهم الآن اللي هو اعترض عليه بالتأكيد لأسباب سياسية؟ يلزمنا نرجو كي عملنا حكمنا على الطبيبة وعلى الصيدلي الموضوع باش يتحسن، ما هوش باش يتحسن بالعكس غطينا المشكلة الحقيقية غطيناها. هل هذا يمنع أنه تعود تصير في نفس السيرفيس؟ تجب تصير في نفس السيرفيس لأنه كما قلت لك كيف معناها تعطيني فوق الطاقه نتاعي نولي نسبه الاخطاء نتاعي اكثر. يا اخي كل مهنه يرى فيها ريسك. كل مهنه يعني علاش الاطباء الجراحين يامنوا على ايديهم؟ يامن على ايديه لانه ممكن يرتكب خطا. فنسبه الخطا موجوده في كل مهنه بما في ذلك الطب. ولكن ترتفع عندما تحطني في ظروف غير ملائمه، ما تحطنيش في اللي نورم باش كان نرجعوا للمعترك السياسي. هو جوستومون سي عبد اللطيف انا حبيت نعرف شوف معاك في قراءتك للساحه وفي وضعيتها الحاليه سواء كانت حكما او معارضه. مازال فما فضاء مع الحديث في مسائل كيما اللي كنا نحكيو فيه توا، مازال فما فضاء باش نحكيو على الصناديق الاجتماعيه مثلا، باش نحكيو على مشكل الماء في العشرة 20 30 سنه القادمين، مازال فما مجال او عقل للحديث على مسائل من النوع هذا؟ يلزم نكافحوا من اجل ذلك. انا ديما نقول انه تونس كارض وكتربه وكموقع جغرافي وكتاريخ بينت انها عندها عبقريه معينة، ولا دل على ذلك أن تونس كانت قاعدة أساسية لكل حضارة مرت بالمتوسط، فهمت؟ اللي ما تلقاهاش عند الدول الأخرى. إذا تونس ظروفها باهية رغم منا إحنا تونس، وإذا ظروفها خايبة رغم منا إحنا، نبحث في الخطأ داخلنا إحنا، ويلزم نكافحوا من هذه الفرصة أن نبنيوا حياتنا ونبنيوا عيشتنا ونفكروا في مشاكلنا الحقيقية. صح أنه السيد قيس سعيد
قلب الأولوية نتاع البلاد من أولوية اجتماعية اقتصادية تنموية إلى، وهذه كانت الخصومة مع حكومة المشيشي بالأحزاب الحاكمة وحكومة المشيشي في آخر اللحظات، يا خويا الاقتصاد يا خويا التنمية، قلبها إلى أولوية سياسية وأولوية سياسية ذاتية، أنه يركز النظام السياسي اللي هو يؤمن به. فبالتالي تجمد التفكير في أي مواضيع أخرى، لا في الريفورم تاع سينسيس ولا ريفورم الكنان ولا سينير بيس ولا تنمية البنية التحتية الصحية ولا حل مشاكل التعليم ولا حل مشاكل النقل. يعني المجموعة الوطنية ما عادتش هذه مواضيعها اللي تفكر فيها، أصبحت تفكر مش كيفاش نقاوم الانقلاب، كيفاش خرجوا المساجين. هذه موضوعات متاع ديمقراطية ليست موضوعات متاع ديمقراطية. وبالتالي مسؤولية السيد قيس سعيد في تداور هذه الأوضاع وفي البلوكاج متاع التفكير في تحسين حياة التونسيين مسؤولية ثابتة. وحتى إن كان ثم احتجاج بما كان صاير قبل الانقلاب، هو صحيح اللي كان ثم برشا أخطاء، ولكن الانقلاب هو معالجة لذلك، فتم معالجة الخطأ بالخطيئة. واليوم أصبحوا التوانسة منقسمين ونتناقشوا في المواضيع السياسية والمواضيع الحقوقية على حساب القضايا التنموية. انظر إلى أزمة الفارقة، انظر إلى أزمة التمويل بتاع الميزانية، انظر الآن التطور غير الإنساني في قضية الرواتب بتاع المربين، انظر إلى غير ذلك. في الأثناء زاد سياسي عبد اللطيف المكي المساندين بتاع مسار 25 جويلية يقول لك زاد أولا هذا النظام ورث تركة كبيرة، زيادة على تطورات على الوضع الجيوسياسي والوضع العالمي، حرب روسيا وأوكرانيا، الموجة حاليا نتاع هجرة المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء، هذا كل أي نظام في العالم ينجم يرتبك قدام هالمواضيع هذه. ما نعرفش إلى أي مدى تقيم تفاعل السلطة الحالية مع ملف كما ملف الهجرة مثلا. شوف أنا أنصار السيد قيس سعيد من المواطنين العاديين اللي عملوا هالحراك وكذا وكذا، أحترم رأيهم وأحترمهم في أشخاصهم، ومن حقهم بل من نقول من واجبهم باش يشاركوا في الحياة السياسية لتونس، ولكن ليس على طريقة السيد قيس سعيد. وأعتقد أن المساندين للسيد قيس سعيد قاعدين يتناقصوا بشكل كبير. أنا الناس عايشين في الشارع وعايشين في المقاهي وفي الأسواق وفي الصالونات وفي كذا، وثم دي سونداج بعيدين على أي توظيف سياسي، الناس قاعدة تتخلى على هالطريقة متاع السيد قيس سعيد. مش تتخلى لي سونداج المعلنة على الأقل، خليني لي سونداج بعد ما ترجع الديمقراطية يلزم لجنة التحقيق في اللي سونداج اللي عملوه، لأنه سبر الآراء اللي ينشر شعبية الرئيس ما زالت واسعة. أنا نقول اللي سونداج اللي قاعدين ينشروا فيهم في تونس يجب التحقيق فيه، لأنه عمل سياسي أكثر منه سبر آراء، ورغم ذلك أدعو إلى التحقيق باش نكسبوا تقاليد مهنية في هالموضوعات هذه. فبالتالي مساندتهم القيس سعيد على مستوى الشعارات احنا كلنا معه، ولكن الكيف لو كومون، وهذا قلناه حتى في العشر سنوات الماضية. لان ما عادش عندنا اختلاف في الأهداف التنموية، ثم لكم وكيفاش باش تحقق الشيء هذا. السيد قيس سعيد يتصور أنه بنظام كلياني بالتقسيم التونسيين بالسب بالشتيمة بإجراءات إدارية ممكن باش يعمل. انظر إلى قضية الشركات الأهلية ويني، وانظر إلى قضية الصلح الجزائري. من البداية قلنا قضية الصلح الجزائري فارغة ومش مجيب حد شيء، يوينو تو كل مرة هو بدل الرئيس متاعها، هو خرج عضوها ودخل عضو وما يحبش يقتنع، يقول راهو الموضوع هذا تبين أنه فشل. ولذلك في تقديري أوكي بالنسبة للناس اللي تساند قيس سعيد، نظفوا البلاد من الفساد، نعم لكن مش بقيادة السيد قيس سعيد ومش بطريقة السيد قيس سعيد. لازم تكون ثم طريقة عقلانية، ثم إرث، نقول لك شي ما ثماش إرث، لكن هذا الإرث لا يعالج بهذه الطريقة. ثم صعوبات، هو تكلم مثلا على سبيطار القيروان، عنده أقل شيء عام تكلم على سبيطار القيروان، شنو ثم في سبيطار القيروان وشنو ثم في سبيطار باش وشنو ثم في سبيطار قفصة، كل سبيطارات مبرمج ماذا حرك؟ لم يحرك أي شيء تقريبا. وبالتالي هالطريقة الشعاراتية، ولا يمكن كذلك الاحتجاج
بأوكرانيا وب غيرها، لأنه هذا واقع على الدول الكل. ما شفناش الأشياء هذه صارت في بلدان أخرى. ليش؟ لأنه ثم سوء إدارة سياسية. موضوع المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، لو أن السيد قيس سعيد شغل الأجهزة متاع الدولة كما يجب، ما كانش التدفق هذا يكون بالقوة هذه، سواء كان في الداخلين أو في الخارجين. ولو كان السيد قيس سعيد جمع الجهات المعنية وبهدوء سطر سياسات للتعامل معه، فما سياسات معلنة وسياسات غير معلنة، والغير المعلنة يعني أنه غير قانوني وغير حقوقي وغير كذا. لكن كل دولة عندها سرها، عندها الميتود متاعها، إذا كان يصبح على قريعة الطريق يقولوا يلقاوا لهم الحيل باش يوقفوا. لا، هو مسارش، هو دشنا هذا المسار بالخطاب اللي تعرفوه، اللي مازلنا لتوا ندفعوا في الثمن متاعه. تونس يا رسول الله تتهم بالعنصرية؟ تونس اللي أدارت مخيم الشوشة، مخيم الشوشة اللي استقبل الإخوة الليبيين، راه وصل لزوز ملايين في الذروة متاعه، ومش وصل للتكفل بالاحتياجات متاع الناس، وصل حتى ثم تنشيط ثقافي، يعني هبطوا ممثلين توانسة وفرق مسرحية ومثلوا غادي وعملوا. صحيح أنه العنصر الثقافي أنه مع رب يتكلموا اللغة العربية وكذا سهل، أنه ثم امتداد اجتماعي بين سكان الجنوب وسكان شرق ليبيا، ولكن هذا لا يفسر كل هذه الخيبة في إدارة هذه هذا الملف. فين كان التقصير في تقديرك في هذا الملف بالذات؟ تقصير في إدارة موضوع الحدود، في سواء كان مدخول ليبيا ولا الحدود البحرية، تقصير في الجهد الدبلوماسي الوقائي والاعتراضي، تقصير في الخطاب السياسي اللي يخلي عبء الملف مش على تونس، يخلي إما على أوروبا أو على الدول الأخرى، ولينا أحنا العبء ولا علينا أحنا. فكلها أخطاء. لو أن السيد قيس سعيد أحسن إدارة الدولة ما كناش نقف. هذا هو موضوع أمن قومي، هذا الموضوع هو موضوع أمن قومي. مسألت كفاءة في تقديرك؟ طبعا طبعا، احنا قلناها منذ البداية، السيد قيس سعيد لم يتمرس بالإدارة السياسية للدولة، وهذا ما نقولش مش عيب، ولكن يحدث. ويرفض التعاون مع فريق، يعني ما عندوش فريق سياسي، هو جاء معاه وصل معاه للسلطة، يرفض التعاون مع فريق. يعني حتى باش يعين رئيس ديوان مدير ديوان متاعه، مش معين مدير ديوان، كيفاش باش يخدم؟ ما عندوش كوكبة من المستشارين لا يصغي إليه ويسمع إليه، وبالتالي اللي زبيسين تاع تسيير الدولة يعني مس منهم. فللأسف الشديد ثم ديفايونس في الكوموندمون بوليتيك متاع البلاد. إذا كان يكون ثم ديفايونس في الكوموندمون بوليتيك، هذا سيأثر على وهذا قلته في السابق، راهو وقت اللي تم وفاتك الشاب في الباساج اللي أطلقوا عليه الحرس الديواني الرصاص. هذه نتيجة ضغط السيد قيس سعيد على الأجهزة من غير أمورتيسور بوليتيك بين الأجهزة والكوموندمون والرئيس، خلى الأجهزة تجتهد باش تجيب نتيجة. هي الاجتهاد هذاك جاب اطلاق النار في قلب الباساج اللي عمره ما كانت تعمله الديوانه ولا الشرطه ولا كذا ولا كذا. فهمتني؟ هذا نتيجه طريقه الاداره نتاع السيد قيس سعيد للدوله. وهذاك علاش احنا قلنا له في مبادرتنا كحزب العمل والانجاز، عملنا الاربع اللي فاتت ندوه صحفيه، والمبادره فيها اربع عناصر. العنصر الثاني هو انه يعين رئيس حكومه متفق عليه وطنيا، ويكون عنده حرية تشكيل فريقه، ويكون عنده صلاحية القرار في مجالات الحياة العامة بعيدا عن وزارات السياسة الخارجية وغيرها، باش يتوجد نوع من الكوموندمون بوليتيك المعقول في البلاد، وتكون حكومة تسمع الناس كل وتسمع الناس كل، تقول لهم مش عنديش ما عنديش. أور اليوم الدولة ولات علبة، علبة لا تنجم تسمعك ولا تنجم تسمعها، افيك دي زيكسيبسيون تاع بعض الوزراء اللي عندهم بروفيل مهني تعلموا فيه وتدربوا فيه على الكوميونيكاسيون ويقولوا كلام، ولا عندهم نوع من التسيس. في ثواني، اليوم تونس في مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي في موضوع بالاساس الهجره وغير الهجره، الظاهر هو موضوع الهجره. في تقديرك الوضع الاقتصادي الصعب ينجم يهزنا في بعض المنزلقات فالمفاوضات هذه مع الاتحاد طبعاً الاوروبي؟ طبعا، وهذا وحصول الانزلاق، لانه السيد قيس سعيد في اطار رفضه غير العقلاني لمسألة صندوق النقد الدولي، صحح على الميزانية اللي فيها التقشفات هذه اللي يطلب فيها صندوق النقد الدولي، وما يحبش يعترف بها سياسيا باش ياخذ القرض. لو خذيت القرض، اولا تفتح لك السوق المالية، على الغالب يلزمنا مدة اخرى محتاجين فيها الاقتراض،
باش نجمو ندخلوا في خيارات تنتج الثروة. مقابل الرفض هذا يحب يلقى مصدر تمويل آخر، فمشى أوروبا في وضعية ضعيفة، يد سفلى، يلوج على تمويل باش ما يسقطش الشعار نتاعو تجاه صندوق النقد. شنو ينجم ينتج عليه هذا؟ ينتج عليه اختلال في الاتفاق، ولولا ضغط الرأي العام التونسي بعد استقبال الثلاثة شخصيات الأوروبية، ضغط الرأي العام عبر الإعلام وعبر الفيسبوك، ممكن كان راهو مشى في اتفاق، فالاتفاق يكون مخل. ونأكد اللي احنا رفضناه كبرلمانيين، كان ثم لجنة تونسية أوروبية برلمانية، كوميتي ميكست بين البرلمان التونسي والبرلمان الأوروبي، وتفاوضنا على ليكا، وكانت نقطة لاشوبمون الاختلاف الكبير هي قضية المهاجرين. ثم نقطة أخرى ثقافية، مسألة المثلية ومدري شنو، ولكن النقطة الكبيرة كنا كنواب من مختلف الانتماءات موحدين برفض طلبات الاتحاد الأوروبي في قضية داك. رجعت من الشباك النقطة هذه، رجعت من الشباك، وتونس في وضعية ضعيفة. أنا نقول السيد قيس سعيد قوي موقفك التفاوضي، وخذ القرض من صندوق النقد الدولي بتحسين الشروط. صندوق النقد الدولي تقول له حسن لي شروط، راهو المجتمع ما يتحملش، يسمعك، اما تقول له لا تماما، وشوفوا صيغه للتنازل السياسي. في انتظار كنا نفهموا هزمه الشراكه مع الاتحاد الاوروبي شنو اللي موجود فيها. جزيل الشكر للامين العام لحزب العمل والانجاز الدكتور عبد اللطيف المكي، كنت ضيف.